ميرنا يا دي الشريف ميرنا ما راح شوف ما يصير بجوج بحوره بكون عندنا احنا الحوت غالي راه عيب وعار علينا عيب وعار علينا بيكون عندنا جوج بحوره والحوت هكا ديالنا احنا وناخذوا بهذا الثمن الميرنا دابا 1800 1600 1700 كي غنديروا لنا المواطنين باش ياخذوها ولي عندنا سبعه ولا ثمانيه ديال الدراري كي غتقدوا هذا كيلو الميرنا غتقدوا كيلو الميرنا ب 90 درهم ولا 80 درهم نقمرهم كذلك عاوتاني هكاك الغليظ غليظ هو بالثمن ورقيوق رقيوق بالثمن تا هو ب 60 درهم والاخر داير 80 درهم والاخر كاين داير 120 درهم الصول 2000 درهم للصندوق الفرخ داير 120 درهم السي بي دايره 110 درهم كيفاش هذا المواطن مسكين بغا ياكل الدرويش هذا ياكل ما عمره ما ياكل الحوت هذا المواطن ايوا مسكين المواطن راه وقاد اللي قد على شي حاجه راه تياخذها واللي ما قدش على شي حاجه راه لينا ولي الله بحالنا بحالو حنا تنبيعوه دابا حنا كاع تنبيعوه وما تنقدوش نديوه كاع الحوت ديال بزاف عليا هذا الشيء هذا فين زايدين بينا بهاد الاثمنه مثلا نعطيك غير السردين ارتفاع من السبت اللي فات لهاد السيمانه زادت فيه 11000 ريال في الصندوق راه سامرش بزاف زعما هادشي بزاف علينا حنايا الخضره كلها تحميره بصله فلفله دنجال بصله 300 دريال دابا الفلفله صبحات ب 25 درهم راه زعما انا لله وانا الى راجعون لك الله يا مغرب اللهم شوفوا لنا شي حل تنطلبوا من صاحب الجلاله يتدخل لنا هادشي راه بزاف على الشعب الثمن صاروخي في الكروفيت في السردين في الفرخ في البواجو في الميرنا اسعار صندوق ديال الميرنا وصل ل 2000 درهم صندوق ديال الصول بوكلي وصل ل 2200 درهم راه هذا حنا اللي عندنا جوج بحوره المحيط الاطلسي والمحيط الاطلنطي كلشي عندنا جوج بحوره كتصيد معنا اكثر من 32 دوله وحنا ولاد الشعب مغاربه اصليين كناخذوا الحوت بثمن خيالي راه زعما هذا الله يدير شي تاويل بالخير